سألوا قلبي عن الذي يلهيه أجاب في أدب حب النبي المصطفى يكفيه عن الدنيا وعن زينتها وعن كل ما يضغيه لو كنت ذاك العهد حاضره فبالنفس والروح والأهل أفديه طوبى لمن رأت عيناه محمد وطوبى لقلب سكن النبي المصطفى فيه. أحبتي في الله هيا بنا لأجل أن نعطر المكان بالقرآن الكريم والذي يدور على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ أحد الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء جمهورية مصر العربية صاحب المدرسة التي أخذت ما أخذت من الجمال. وحينما أقول إذا كنت لسماع القرآن غاوي وأردت أن ينجيك الله من كيد الدنيا وشر البلاوي فإليك الآن مدرسة الهداوي. فضيلة القارئ الشيخ عطار الهداوي فليتفضل مشكورا سائلين من الله عز وجل أن يشرح للحق صدره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات Oh.
ومن الأنعام حمولة وفرشا الأنعام حمولة
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرما One.
فمن يذكر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ذلك جزيناهم
قل فلله الحجة
وصاحب المال في تعب
وفي تعب من افتقر، أهم خير الأقدار أم اختار معهم القدر. عشنا سويا مع الذي هو شفاء للصدور، تلاه على مسامع حضراتكم قرية اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي الغني عن التعريف دائما فضيلة القارئ الشيخ عطار الهداوي، القارئ المقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة طبعا.